سجلت مملكه البحرين ارتفاعا جديدا في اعداد الحالات اليوميه لفيروس كورونا. وفي اخر احصائيه اعلنتها وزاره الصحه فقد اعلنت الوزاره تسجيل 5255 حاله قائمه جديده ليصل العدد الاجمالي للحالات القائمه الى 32805 حالات منها 88 حاله تتلقى العلاج في المستشفى و12 حاله في وحده العنايه القصوى. هذا وقد تم تسجيل حالتي وفاة خلال اليوم فيما اعلنت الوزاره تعافيه 3030 حاله اضافيه ليصل العدد الاجمالي للحالات المتعافيه الى 314448 حاله